بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. النهاردة إن شاء الله معانا رابط التقديم على وظائف القوى العاملة للمؤهلات العليا والمتوسطة، طبعا نزلت اليوم أو الإعلان عنها اليوم. أعلنت وزارة القوى العاملة توفير 6193 وظيفة في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5500 جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، منها نسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. وتأتي الوظائف التي وفرتها وزارة القوى العاملة من خلال 57 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020. وبحسب وزارة القوى العاملة فإن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص، والتي تأتي تنفيذا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019 لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم وعمل لائق. وأشار إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني. بالنسبة لطريقة التقديم على وظائف القوى العاملة، يمكن التقديم على الموقع الإلكتروني برنامج طالب العمل على الرابط التالي، طبعا الرابط ده اللي مفروض أدخل وأقدم منه، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج، بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع. بالنسبة لوظائف وزارة القوى العاملة، المطلوب 390 سائق رخصة خاصة مهنية، 215 ضابط أمن، 4500 فرد أمن مؤهل عالي ومتوسط، 1350 عامل نظافة وخدمات مؤهل إعدادية، 167 فني إنتاج، 700 مساعد إنتاج، 435 فني صيانة وتجميع وتغليف، 310 فني كهرباء وميكانيكا ودوك وسمكري سيارات وتشغيل ماكينات وبرادة وفيبر وسباكة ولحام مؤهل وبدون مؤهل، 1000 ممثلين خدمة عملاء، الراتب يصل إلى 2500 جنيه، السن من 18 إلى 40 سنة ذكور وإناث، 26 يوم عمل وأربع أيام راحة أسبوعية داخل القاهرة، 24 يوم عمل وراحة 6 أيام خارج القاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.